عاملها تحكي لك. مع رفيقتي رؤى بابا. هاتي لهم. مع رفيقتي. هاتي لهم. الو. اهلين عمو. يلا بنتي حنان بعد شوي بتحكي معك. عدم المؤاخذه. الله معك، مع السلامه. اسمعي بك. قسما عظما. اذا بتتكرر هاي القصص السخيفه مره ثانيه، لسانك بصه. وبحللك شعرك على الصفر، وبحرمك تطلعي برات البيت. انا عم باتك على الجامعه لحتى تتعلمي. ما لتقش عم تتماشي بابا. انا ولا همسه. واعتبري هذا الكلام اللي عم اقول لك اياه اخر انذار لك. اليوم ابو اياب طلب ايدك لابنه، وانا وافقت، والف مبروك وبس. يا بنتي، نبينا اسماعيل شو قال لابوه؟ قال له يا ابتي افعل ما تؤمر. ايه ابوكي ما عمل لك شيء؟ لك ما ذبحك لك بنتي؟ لا ماما، لا لا، بابا عم يذبحني، عم يذبحني لما عم يشكك فيي بهي الطريقه. شو مفكرني لحتى ياخذ مني التليفون هيك؟ الحق معك تقبريني، الحق معك، بس كمان ابوكي معذور، كان معصب، والمعصب بيحكي مشكل ملون. لا تبرري له ماما، لا تبرري له مشان النبي. لك امي برضاي عليكي، انا ما عم برر له. الحكي بيناتنا، يعني كمان ابوكي الحق معه، اللي صار معه مو قليل. ومين؟ عبد الرؤوف البندقجي؟ هذيك الكلبة هي اللي قالت له ما؟ لا مو هي. لكن مين؟ عم يضرب بالمندل يعني؟ أنا اللي قلت. أنت اللي قلتي له؟ إيه أنا أمي أنا. الله يرضى عليك، استهدي بالرحمن وطولي بالك، كل كم يوم وبيروق أبوكي وبتنحل المشكلة بإذن الله. رح تنحل. شو قصة هذا العريس اللي جايب لي إياه؟ ماما مستحيل خليه هو يختار عني، مستحيل. لا تخافي امي، لا تخافي، الله يرضى عليك، لا تخافي. طول ما انا عايشه ما حدا بيجبرك على شيء. بعدين امي اذا رب العالمين كاتب لك يكون هالشب من اسمتك ونصيبك، لا انا ولا ابوك بنقدر نوقف بوشه. الله يرضى عليك، طولي بالك امي، الله يرضى عليك. اهلين يا رو. يعني قلتك بيقدر يعمل شيء؟ لا بس يعني أنا بعرف إنه خاله كمان رح يقدر يساعدنا. يارا أنا كثير بحبه، بعمري ما حسيت بهي المشاعر اللي حاسستها هلا. مصطفى كثير بينحب. لا بابا مانو مشكلة، وبعدين حتى لو ما وافق هي حياتي وأنا اللي بدي أعيشه مو هو. طيب حبيبتي، أنا بكرة رح أشوفه بالجامعة وببقى بخبرك. تصبحي على خير. باي. يعني بابا الشاب والبنت فهمتوا منك إنه بحبوا بعض والأم أنا موافقة صح؟ صح بابا، أمه للشاب مو رافضة لحنان، هي كتير بتحبها، بس هي رافضة تجوز ابنها لأي حدا من بيت البندقجي. طب أنا شو فيني أساوي؟ بابا والله حنان بنت مسكينة. حبيبي أنت الله يخلي لي إياك، يعني هي بتستاهل مين يساعدها. هلا لا يكون الشاب قاصد يعمل لها شيء حتى يتملص. هلا أنا فرضت هالافتراض وهي نفته تماما، بعدين الشاب هو اللي أصر إنه يبعت أهله ليطلبوها. طب اسمعي لقلك، شو رأيك اجتمع أنا وياكي وحنان والشاب؟ وأنت جبتها، هي أحسن طريقة. خلص بابا، ادعيهم بكرة يجوا لعنا على البيت، ولا قلك نجتمع بشي مطعم. وهذا انسب حل، عنجد شكرا كثير بابا. مرحبا. اهلين. شو وين كنت مختفي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا حنان، بس حاسس ايدي كثير مربطين وما قدران اعمل شيء ولا عرفان شو بدي اعمل. لساتها عند موقفها ما؟ صاير معك شيء؟ أنا؟ لا. أنا؟ شو بون عيونك؟ أنت بكيانة؟ لا ما فيني شيء. حنان اطلعي فيني. لا تخبي علي، شو في؟ امبارح تنقرت أنا وبابا. كل الحق علي أنا. بس لو ما ضعفت.
مصطفى لا تعمل هيك، بعدين بتخليني بطل لك اي شيء. بعدين ليه عم تحمل حالك ذنب؟ انت اصلا مالك حامله. شو عندك من هون لساعة؟ ما عندي شيء. طيب انا كنت عم فكر روح شوف يارا بنت خالي، شو رايك تروح معي ومنه بتتعرف عليها؟ ما عندي مشكلة ابدا. هي بتعرف شيء عن قصتنا؟ انا حكيت لها كل شيء، حكيت لها عن موقفنا وهي واقفة لطرفنا. شفتي؟ لساتك عم تقولي موقفنا. لساتك ما بدك تحمليني الذنب انا لحالي. مصطفى لانه ببساطة الموضوع بخصنا نحن اثنين. بعدين كل شيء رح ينحل. مهم نحن نضل متمسكين ببعض. رح نضل متمسكين ببعض. ايه. ايه. عمو بجوز حضرتك محطوط بالصورة من البداية. أمي كانت كتير موافقة ومبسوطة، هيك لحتى وصلنا على بيت حنان مدري شو صار لها، قلبت 180 درجة. طيب ما خطر لك تسأل خالك أو حدا من قرايبينك؟ بركي في شيء مخبيته عنك. عمو نحن ما عنا قرايبين هون بالشام. بس يعني اللي ما عم بفهمه أنا إنه شو هو هذا الموضوع اللي كتير كبير، ممكن أمي تحكيه للعالم وما تحكي لي إياه. أنا أمي مثل الرفاعة ما منخبي شيء على بعض. أنا اقترحت على حنان إنه حدا منا يعمل محاولة مع الوالدة، بركي منحسن نصل لشي. أنا أقرب حدا لأمي، يعني مستحيل تخبي شي علي. مصطفى نحن ما رح نخسر شي، يعني احتمال عن جد إنه أمك يكون في شي ما بدها تقلك عليه. أنا مع حنان. شو رأيك أنا أحكي مع الوالدة إذا ما عندك مانع؟ لا طبعاً أمو ما عندي مشكلة، أهلا وسهلا. بس يعني بصراحة ما ملاقي طريقة لحتى أدمك لها. ما في مشكلة. هي كتير سهلة، على أساس بابا أستاذ عندكم بالجامعة، هيك أحسن شيء. من بعد إذنك بابا. ما عندي مانع، المهم تنحل. إن شاء الله تنحل يا ريت. مع إنه أنا كنت عم شوف إنه نأجل الموضوع ونعطيه شوية وقت لحتى أحسن مهدلة. مصطفى عمي دق الحديد وهو حامي، كمل فنجانك وخلينا نمشي يلا. والله يا عمي أهلا وسهلا يا أستاذ كريم. الله يخليكي. عزبناك يا مصطفى. يا بشوم ما في شيء من واجبك. الله بيعلم مصطفى قديش بحبك. الله يخليك يا رب يا ميت، اهلا وسهلا. شكرا شكرا شكرا. يسلم والدين امي. الله يسلمك. يلا عن اذنكم. وين امي؟ خليكي قاعده معنا شوي. يعني انت بتترككم على راحتكم؟ لا امي تفضلي عادي، لا غنى عنك. الله يخلي لي اياك. طيب استاذ فايت لجوا اجيب لك الورق. اي والله يا ريت. ما شاء الله. شو هالشاب اللي عندك؟ الله يخلي لك اياه يا رب. ابو ضاي. تسلم. الله وحده اللي بيعلم شو تعذبت بتربايته. كنت أم وأب وحنونة وقاسية، بس الله جبر بخاطري وشفته شاب. الحمد لله. أم مصطفى ما في شيء بيضيع عند رب العالمين، الله خلي لك إياه وإن شاء الله بتفرحي فيه وبولاده كمان. آمين يا رب. الله يبعث له أيام أحلى من الأيام اللي أنا عشتها، ويشبر قلبي هيك وينوله عيشة كريمة. آمين يا رب. كأني فهمت إنه خاطب زميلته حنان، ما هيك؟ لا أعوذ بالله، ما في شي من هالحكي منه. هو هيك قايل لك؟ لا لا أبداً، بس كأني هيك فهمت. شوفي يا مصطفى، صحيح أنا دكتور بالجامعة وأستاذهم، بس أنا بتعامل معهم هيك شغل شباب يعني. فيك البركة أستاذ، بس أنا ابني مو خاطب حدا، والزواج اسمه ونصيب. كان في هيك شيء والله ما رد. اها والله غريب. يعني انا ماني شايف اي مشكله يا مصطفى. الولد قبضاي وفهمان وهي مرباي. انا ما حكيت شيء. البنت ما في منها وعلى سلامتها واحسن منه كمان. بكره ان شاء الله بينساها وبيلاقي بنت حلال وبروح براسي بخطب له اياها وبفرح فيه. بس هو ما خبرني بهالشيء. رح يخبرك ان شاء الله. عن اذنك. ام مصطفى. دخيل عينك بس اسمعيني منيح. أنا الولد بيهمني أمره، بدي أفهم منك شو عم يصير معه. يا أستاذ كتر ألف خيرك، بس هذا موضوع عائلي مثل ما بيقولوا البيوت أسرار، وأنا ما بقى حابة أحكي بالموضوع. ما اختلفنا. هلأ أنا كأستاذ بالجامعة عم لاحظ عليه أنه عم يشرد كتير. أنا ما بدي الولد يضيع، أرجوك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أستاذ ما عندي رد اللي حكيته.
الله يوفقك. أحسن شي بينقال بهيك قصص ما في اسمه ونصيب، وما حدا بيموت بلا حدا. عن إذنك. مريت ومشيت بأماكن بعرفها، حسيت غربي لا ما في وصفها، نفسي العيون بس وين نظرات الدفى، نفسي العيون